بالحيوانات وبكل شيء. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائط يعني بستان لرجل من الأنصار. سيدنا النبي لما دخل إذ بجمل يأتي، لما الجمل رأى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى رسول الله وشكى لرسول الله وبكت عيناه. الجمل يبكي ويشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من رب هذا الجمل، يعني من صاحب هذا الجمل؟ جاء فتى من الأنصار وقال أنا يا رسول الله. قال أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ إنه شكى لي أنك تجيعه وتدئبه، يعني تحمله وتكلفه ما لا يطيق. يا الله، دي رحمة، أليست هذه رحمة؟ طبعا. هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. أليس النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن امرأة دخلت النار في هرة قطة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. امرأة تدخل النار في هرة حبستها، وامرأة بغي من بغايا بني إسرائيل تدخل الجنة في كلب سقته فغفر الله لها فأدخلها الجنة. دي مظاهر رحمة، مظاهر رحمة في الدين الإسلامي تدعونا جميعا إلى أن يرحم بعضنا بعض، حتى الحيوانات، حتى الحيوانات. طب يا شيخ عمر، كلمنا عن رحمة ربنا بالمذنبين. نعم، الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، يعني يقص لنا مشهد من مشاهد يوم القيامة، فيقول إن الله يدني المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفة يستر هذا العبد، ثم يعطيه كتابة فيقول عبدي أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم أي ربي أعرف. عبدي أتعرف ذنب كذا؟ نعم أي ربي أعرف. حتى إذا قرره بذنوب، العبد اعترف أنه قد ارتكب هذه الذنوب ورأى العبد في نفسه أنه هلك، فيقول ربنا الرحمن الرحيم عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم في الآخرة. يا الله، دي رحمة ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا عبد الرحمن بن جبير يقول أتى شيخ كبير هرم سقط حاجباه على عينيه وهو متكئ على عصا حتى وقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، وقال أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها ولم يترك داجة ولا حاجة إلا أتاها، لو قسمت خطيئته على أهل الأرض لأوبكتهم، أي لأهلكتهم. شوفي مدى الذنوب التي ارتكبها كثيرة الرجل. طبعا لو قسمت على أهل الأرض جميعا لأهلكتهم. يعني هذا الرجل ما ترك ذنبا إلا ارتكبه. فبيسأل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أله من توبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أسلمت؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك كلهن خيرات. الرجل بيسأل سيدنا النبي وغدراتي وفجراتي يا رسول الله؟ قال نعم وغدراتك وفجراتك. فقال الرجل الله أكبر الله أكبر، فما زال يرددها حتى توارى عن أنظار رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. فذلك مصداقا لقول الله تبارك وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يعني كل السيئات اللي عملها اللي كانت هتكفي أهل الأرض اتبدلت حسنات، اتبدلت إلى حسنات لأنه تاب توبة صادقة إلى الله تبارك وتعالى، نعم بالله، وأخلص في التوبة لله. طيب، في بعض الناس بتيأس من رحمة الله،